مولى يقول من أنار مسجدا فله كذا وكذا من الثواب العظيم عند الله. الإنارة في عهد النبي صلى الله عليه وآله بماذا كانت؟ شنو كانت؟ بالشموع. ولكن الآن الإنارة بهذه المصابيح الكهربائية، إذا واحد أنار المسجد بهذه المصابيح الكهربائية ما إلى ثواب عند الله؟ تقول أنا أشوف في زمن النبي كانت هنالك شموع، فأنا الآن أجيب إلى المسجد شموع، هذا مو منطق مقبول، لأن كلمة من أنار مو قضية خارجية، قضية حقيقية، يعني كلما تحقق مصداق لأنار الحكم يحمل على هذا المصداق. مثال آخر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقد التأمين كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ كان أكو تأمين على الحياة؟ لا. إذن أوفوا بالعقود ما يشمل عقد التأمين؟ راجعوا كلمات الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، الفقهاء يقولون لا، العقود قضية حقيقية، أي عقد من العقود في أي زمن من الأزمان أوفوا بالعقود يشمله. إذن هذه الآية تشمل عقد التأمين وتشمل العقود الجديدة التي تتجدد يوما بعد يوم. نأتي إلى الشعائر. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر شنو هي؟ الشعائر يعني معالم الدين، العلامات التي تسوقك إلى الله، تأخذ بيدك إلى الله. حدد الشارع شنو هي الشعائر؟ حدد لو ما حدد؟ ما حدد. تصرف في هذا الموضوع؟ لا. أكو عندنا رواية تقول ما هي الشعائر؟ لا. إذن هذا الموضوع موضوع من النوع الثاني. إذا كان موضوع من النوع الثاني فكل شيء كان من شعائر الله. كان في زمان الإمام الصادق أو ما كان في زمان الإمام الصادق، الآية إذا انطبقت فهذه الشعائر تعظيمها تعظيم لله، تعظيم للدين، دليل على تقوى القلوب. اللطم كان في زمان الأئمة صلوات الله عليهم لو ما كان؟ الجواب نعم كان. أولا نفرض أنه ما كان، نفرض أنه ما كان، لا يضرنا ذلك، لأنه كلمة من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما تحددت في شكل معين، كل شكل يؤدي إلى هذه النتيجة فهو مرضي عند الله وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى هذا البلد وتعالوا إلى كل البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. أنتوا الآن جردوا الكويت من مجالسها. في الكويت ماكو حسينيات، في الكويت ماكو مجالس، في الكويت ماكو مآتم. هل يبقى هنالك شيء لو جردنا بلداً من البلدان عن كل هذه الأشياء؟ إحنا كيف تربينا؟ إحنا القاعدين هنا
من الذي ربانا؟ الإذاعات هي التي ربتنا وساقتنا إلى الله تعالى، التلفزيونات هي التي ساقتنا إلى الله تعالى. من اللي ساقنا إلى الله غير مجموعة من الأشياء، ومن جملتها هذه الشعائر بمختلف أنواعها. هذه الشعائر هي التي أبقت الدين حياً في النفوس. وإحنا إذا عدنا شوية معرفة بالدين فإنما هو ببركة هذه الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.